كيف تأقلم المغاربة مع التغييرات الجذرية التي فرضها فيروس كورونا داخل المجتمع؟ وما هي مستجدات تطور هذا الوباء في المغرب؟ في الظروف هذه اللي كاين الكونفينمون ما يحتاج بزاف، غادي يحتاج كنظن واحد 3 مليون في النهار، اما الى حيد الكونفينمون وبدات الخدمه غادي يحتاج اكثر. هذا فيه دي كونترانت ودي ريغل ودي نورم شويه اكزيجون، يعني بلاص ما كتلقى ان سيركوي كلاسيك كتلقاه دوبل بارفوا تريبلي كوادريبلي، حيت لا سيكوريتي مهمه بزاف. في البدايه كانت الملاحظه ان مجموعه ديال النساء كانوا كيتصلوا كيردوا نفس الكلمه انا غادي نتسحر، وخاصه هم الزوجات. شهادات حيه وتصريحات معبره ضحايا العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي اللي ضعفت معاناتهم خلال فتره الحجر الصحي. تيجي عندي تقول لي داكشي اللي في التليفون ديريه معاك، ما بغيتوش تبقى هاز معايا الضغط بني انوالين كيمارسون عليا اللفظي الجسدي، فهادشي اللي خلاني انني نخرج من الدار وبقيت باغي تكتف فيا على ولدي ويغتصبوا في اللي بقيت حيد لي حويجه خصني ناخذ ليا ولدي. معاناة اقتصادية اجتماعية ونفسية حركت خلايا الدعم النفسي اللي أصبحت عندها دور مهم خلال هذه الفترة، فما هي طرق اشتغالهم وكيفاش كيقوموا مصاحبة المرضى عن بعد؟ يمكن الحجر الصحي هي ديك النقطة التي أفاضت الكأس، أي بيت وأي وجود إلا وكتكون معاناة نفسية. كنجي بعد مارسا كنجي هنايا كنبقى نتسنى كنخرج نقدر نشعل كارو ونرجع وندير الوقت في الإيبر ونمشي. هي طريقة صينية اللي الصينيين كانوا كيستعملوها للإقلاع عن أصعب المخدرات. في هذه الحلقة غادي نقربكم أكثر من المبادرات الشبابية المختلفة اللي برزت خلال الحجر الصحي والقيم الجديدة اللي اكتسبها المواطن المغربي في ظل التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الكورونا. احنا كنحاولوا نخدموا بشي حوايج اللي كاينين لوكالمون وبصاب ورخاص. مع جائحه كورونا الدراري الصغار ما كيخرجوش للزنقه، بغينا نفرحوهم حنا بواحد الهديه واخا هي بسيطه ولكن في عينين الدراري الصغار غتكون كبيره. انا فرحان حيت نتوما كنت تساعدوا الدراري الصغار كيفرحوا بزاف وكنشكركم بزاف. كل هذا وذاك غادي نسلطوا عليه الضوء في عدد جديد من برنامج مساحه الضوء في موسمه الثالث في حلقه بعنوان كورونا وقيمه التضامن عند المغاربه. بعد أن ضربت جائحة كورونا المغرب قرارات استثنائية تم اتخاذها للحد من انتشار الوباء، قوانين وقرارات استثنائية استباقية متتالية رأت النور، أولها تعليق الدراسة ورفع حالة الطوارئ، بعدها تم تعليق جميع الرحلات البرية والجوية كخطوة احترازية للحد من انتشار الوباء، ثم تم إعلان قرار إغلاق جميع المحلات والأماكن العمومية اللي كتعرف اكتضاد ورواج مستمر. لكن رغم كل المجهودات اللي بذلتها الدولة ظواهر كثيرة برزت خلال هذه الجائحة، وأولها العنف المنزلي. الحجر الصحي فرض على المغاربة نمط جديد، لهذا عدد من جمعيات المجتمع المدني كانوا ملزمين بتكييف نمط اشتغالهم، ومن بين الجمعيات الشبكة الوطنية تمكين اللي تلقات خليات كوفيد 19 لمواكبة النساء والفتيات في وضعية صعبة من خلال طرح باقة من الهواتف المفتوحة رهن إشارتهم طيلة أيام الأسبوع. طرقنا باب رئيسة الجمعية وحضرنا معها اجتماع الخلية. النقطة الأولى هي متابعة أشغال خليات ضد كوفيد لمواكبة النساء والفتيات في وضعية صعبة، والنقطة الثانية غادي نناقشوا إن شاء الله تعالى ماذا بعد كوفيد. تفضلي أستاذة بالنسبة للحالات اللي استقرتوا مؤخرا. جات قبل المركز حالة طردت من بيت الزوجية. نعم. حالة من الدار البيضاء طردت من بيت الزوجية بعد ما تعنفت بجميع أشكالها. بالنسبة لهاد الحالة ديال الدار البيضاء اللي تم الطرد ديالها من بيت الزوجية، شنو الإجراءات اللي خديتي معها؟ الله يجازيك بالخير. هي هاد الحالة، السلام عليكم. هاد الحالة فعلا كيلقات الأخت فطومة بأنه تفاقم في الحجر الصحي ديال التشتت الأسري والعنف تأكد بحدة، وطلقات الشبكة عدة اتصالات من جميع أقطار المملكة. الشبكة الوطنية تمكين هي جمعية حقوقية وطنية كتشتغل في مجال مناهضة العنف ضد النساء وتحقيق والتمكين الاقتصادي والحقوقي لعامة النساء والفتيات في وضعية صعبة. الخلية مكونة من متخصصين في الطب النفسي، مستمعين، متخصصين في الوساطة الأسرية، وأيضا متخصصين في المجال القانوني. وكان مركز الباتو للسماع والتوجيه القانوني والتأهيل النفسي اللي كان كيخدم طيلة الأسبوع كيستقبل النساء في وضعية صعبة والنساء المعنفات من أجل الاستماع لهم وتقديم الاستشارة والإرشاد الأسري والمواكبة القانونية والتأهيل النفسي لهذه الفئة الهشة. طلنا بلاغ بالنسبة للمرحلة الأولى من 16 مارس إلى غاية 16 أبريل. كان واحد الملاحظة أن العنف الزوجي هو اللي برز وهو اللي كانت أغلب الاتصالات،
وفي البدايه كانت الملاحظه ان مجموعه ديال النساء كانوا كيتصلوا كيردوا نفس الكلمه، انا غادي نتسحر، انا كون ماشي مسلمه غادي نتسحر، انا بغيت نتسحر، وخاصه هم زوجات. خلال فتره الحجر الصحي صدرت عدد من الجمعيات الحقوقيه بلاغات تنذيريه بارتفاع ارقام العنف الزوجي خلال هذه الفتره، واللي احتل المرتبه الاولى من ضمن انواع واشكال العنف الاخرى، والسبب جاء على لسان المخاطبه ديالنا. المراه انها تبقى في البيت مع المعني في 24 ساعه على 24 ساعه، هذا ما ادى الى ان يتفاقم هذه الحده ديال هذا العنف مع النساء. وكمثال عندنا مثلا ان واحد السيده اللي هي كانت مضطرة على أنها في البيت ديالها تسمع وتشوف هذاك الزوج ديالها وهو كيكلم ديك السيدة الأخرى اللي عنده معها علاقة خارج مؤسسة الزواج، وكانت مضطرة أنها تبكي وتعيط لينا وهي مخبية في شي بلاصة في الدار باش تقولنا اش غادي ندير، راه ولادي وما قدرش نمشي لتا شي بلاصة. كانوا النساء اللي هما طردوا من بيت الزوجية، يعني الأزواج ديالهم طردوهم من الشارع. كانت نساء اللي هي ايضا تعرضت لمختلف الوان يعني ديال العنف، السب والقذف والضرب. ايضا كانت عندنا عاوتاني طلع لنا العنف الجنسي، يعني النساء تعرضوا للعنف الجنسي، كانوا كيقدروا يتحملوا قبل، ولكن مع هذاك الحجز ديالهم امام مع المعنف ما بقاوش قدروا يتحملوا، وبالتالي خرجت للشارع واصبحت امراه في وضعيه الشارع. هاد الحالة عندها الأبناء ياك؟ عندها الأبناء عندها جوج أطفال، والأطفال ديالها الأطفال طردوهم معها ولا طردوها بوحدها؟ طردوها مع الأطفال ديالها شيلة اللي من بينهم شيء ما تلاش ما قبلها لا فعلتها. استضفتو ما هاد الشيء أثناء الحجر ولا قبل الحجر هذه اللي طردات؟ لا أثناء الحجر الصحي. أثناء الحجر الصحي هاد الحالة ذات محاولة التصحيح. نعم. داكشي باش حنا ركبنا الأول الحمد لله، وعطى المواكبة قبل نتيجة مع الأستاذة حبيبة المراح. المواكبة اللي كتقوم بها الشبكة الوطنية تمكين رفقة النساء والفتيات في وضعية صعبة ما كتقتصرش فقط في الدعم النفسي والجانب القانوني، بل وفرت ايضا مقر لايواء النساء اللي تعرضوا للطرد من قبل ازواجهن في هالظرفيه. انتقلنا لوحده من المراكز باش نقربوكم اكثر من قصص النزيلات واشكال العنف اللي كان كيتمارس عليهم خلال جائحه كورونا. الظروف اللي خلتني نجي لهذا الايواء هذا هو العنف الاسري من طرف الزوج ديالي، اللفظي الجسدي كلشي، جميع انواع العنف كاين يمارسهم عليا، وهذا الشيء اللي خلاني انني نخرج من الدار ورجيت لهاد الجمعيه نتاع احياء ادماج. الحمد لله هنايا احسن بكثير كاع. تقريبا دابا 3 سنين. كانوا بزاف النقاشات، كان بزاف ديال المشاكل اللي ما كناش نتفاهموا على ابسط الحوايج، ومن هاد المشاكل اللي بسيطه كانت كتكبر وكترجع مشكل كبير، يعني ما كنلقاو حتى شي حل، يعني ما كانش تفاهم. المشاكل البسيطة اللي كانت سبب في نزاعات عميقة داخل أسرة فتيحة جعلتها تغادر منزل الزوجية لوجهة مجهولة. وما كانش هذا المطر ما عنديش فين نمشي. غادي توقع أنك غادي تنعس في الزنقة، يعني ما عندكش فين تمشي. كنت كنمشي حتى للمدينة اللي أنا تزاديت فيها. ديال الجائحة هي اللي خلات ان لي مويان دو ترونسبور ما كاينينش باش تنقل، ما كاينش بزاف د الحوايج انك غادي تمشي حتى لداركم. يعني الحمد لله لقينا هاد الايواء هو اللي وفر لينا هاد الفرصة فين نجلسو وفين نبات وفين، يعني موفر لينا كلشي الحمد لله. نظرا لحساسية الموضوع النازلات كان عندهم طلب واحد هو إخفاء ملامح وجههم، وفي حالة حنان الخروج من البيت الزوجية كان أمر إجباري من قبل زوجها بعد أيام عن فرض الحجر الصحي. صديقي أنا راجل أمي هو اللي جوجني بيه، كنتش باغا أنا، يعني جيت عنده فابور ما خلص فلوس كتبة ما خلص صداق ما حتى حاجة. ملي جيت عنده من نهار الأول قال لي شوفي انا حنا ما بغيناش بناك زعما كاين تاخدي راحتك وداك الشيء الشقه وداك الشيء كلشي غادي ديري
خواتاتي ما تشكيهمش وامي حتى هي ما تردش على هذا وداك الشيء. قلت لي صافي بغيتي تبقى صافي صافي. الراجل داب ملي مشيت لقيت واحد اخر ماشي راجل طبيعي. كنشوف مو هي اللي كتبدل لي، مو هي اللي كتعوم، مو هي اللي كتحسن لي، مو هي اللي كدير لي كلشي. وتما القرار مو اللي كتاخذ، مو هي اللي كتهضر. هو زعما كنجي عنده نسول على شي حاجه كيقول لي سولي امي. ملي مو كتقول تعطيني الشكره وتعطيني التماره وتعطيني كلشي كنديرو انا ملي مكنبغيش مكنقدش على حاجه تبدا فيا تبدا تنتف فيا. والدريات تا هما يبركو يديروني بحال خدام. ملي مكنبغيش ندير ليهم شي حاجه كيجريو عليا بابا يقول لي سير خرجي، مبغاتش داكشي سير خرجي. شحال مرة كنبات في الزنقة، ملي كنبات في الزنقة الغد كنرجع عندهم كنقلبو سنين في الجيم قبل ما ردوني حيت ما عنديش فين نمشي، ما نقدرش نرجع عند الجيم حيت الشوط عليا في الأول. صافي ملي نجوزك عمرك ما كترجعي عندي. الظروف الأسرية الصعبة اللي كانت كتعيش فيها حنان مع الأسرة ديالها جعلتها ترضخ قرار أسرتها وتقبل بالزواج أملاً في حياة أفضل. لكن للأسف هذه الأخيرة كانت كتعرض بشكل يومي للتعنيف والاغتصاب الزوجي. ولا كيطلب مني شي حاجة يعني حتى وحدة ما تتقبل هذاك الشيء اللي كيطلب مني. كيطلب مني شحال من حاجة في النعاس ما كنقدرش ندير. مني ما بقيتش كنبغي نعطيه وداك الشيء ولا كيضربني شتي تاع البوطا يضربني ولا أمو حتى هي كتشوفو كيضربني وداك الشيء كتقول لك إوا تي على جيبينك مني ما باغاش تعطيه. حنايا حنا جيبين كنا تاكلين خبز ولو كان عزيزي الطبسي ديالي بوحدي حتى هي بوحدي وانا في الكوزينه ناكل بوحدي. ملي حملت بغا يحيدو ليا هو امو داوني بغا يحيدو ليا و فعلا تشكر الضابطة القضائية على المجهودات اللي قامت به. رجعت البيت الزوجية الا هو كان وقع واحد الشناقة بينها وبين ابي. المهم بلاش ما ندخل ما نطولش عليكم ما ندخلش التفاصيل. فاش اكتشفت لي نوبات كان عندها مشكل وكان عندها واحد التخوف باش تدخل حاولنا فكرنا باش ندمجوها في مركز الايواء اللي هو في سيدي مومن. فعلا حصلنا على الابن من السيد المدير ومع السلطات وحققنا لها الايواء والمأكل والمشرب. قلت لي من بغيتو؟ قالت لي من يتولديش كايش قالينا وخاكو كتبيب مبغاش تحيدو ليا. صافي قالت لها مني بغاتش يتحيدو وما تقدروش نحيدو ليا. صافي الدري بحل عندي مشكل في الحمل. قالت لها خاصة ترتاح. بالطبع دوز زاد بقات عيب الشوب وبغات تحيدو ليا وبقات تعطيني التامرة مصبين صافي بوحدي كل شي بوحدي. يعني تلي ما كنقدرش الناس ينوض الدريات طفيلاتي كنوضي تالي بدي تشهو لي طيبي يا هادو طيبي يا هادو متسالي جي فايقينا او عمك بدات ساعاتي. يعني كفصل عيب بزاف من يتزاد بي خاد توي عدوس مخلاتنيش ضده. من قلت لها علاش ما ضدهش قالت لي شكون يشقى لينا شدت وي تحيد مني الحليب عاد عطاتو ليا. وباه معانا ملي سمعت بي ومتامرة وداك الشيء هو قالك لا علاش ما كديهاش فيا وعلاش ما كتعطينيش هذاك الشيء اللي بغيت. وانا نفسد مع مرتي مع ما نفسد مش نفسد عند الزنقة. التعنيف الجسدي والنفسي اللي كان كيتمارس على حنان والاغتصاب الزوجي جعلها ترفض محاولة الصلح اللي كانت حاولت الجمعية تقوم بها لإصلاح الوضع. جا عندي لهنا ما قدرتش نشوفه. قلت لك مني ما بقيتش كنبغي نعطي داك الشيء اللي كيبغي يعطيني وكنت بغيت تكفص ليا على ولدي ويغتصبوا. فلي بقيتو بحيد لي حويجه. مني قلت لي علاش درتي كو قال لي انت ما بغيتيش تعطيني والله ما نمشي ليه هو.
صافي بديت نغوت هكشي ومو قالت لي تي مو بغيتيش تعطيه اش غايدير يعني ماشي مو دماغ فيه ولا شي حاجه بلا ما ديش لك حشومه ولا داكشي لان داكشي كيشوفوا هو اصلا مو اللي داير داكشي الصبر مو هو عنده دابا جوج ولاد كتشدهم تحيد لهم حوايجهم قبل ما نشوفكمش الرجاله ولا لا واخا استاذة مريم بالنسبة لهذه الحالة لأن القانون المناهضة العنف تيجرم الامتناع كيجرم الامتناع وبالتالي هنا ما كانش نفيد القانون بالتالي كيبقى سؤال هذا مطروح ديال يعني الحالة اللي عندنا اللي هي كان عندها تخوف هي اللي ما كملتش المسار لأن هي اللي كان ما عندها تخوف باش تلتحق بالزوجية لأنه كتقول غادي يعاودو يعنفوني وغادي يعاودو يطردوني وغادي يعاودو يتقاو أنا بغيت حقوقي بشكل آخر مزيان من بعد ان شاء الله بعد الحجر الصحي غادي نطالبوا ليها بالمستحقات ديالها والتعويضات ديالها وغنواكبوها مثلا في الحال ان شاء الله نعم استاذه جميع المصادر غادي نديروها لها نعم شكرا استاذه مريم استاذه فطومه هل من حاله اخرى عندي واحد الحاله حتى هي مشابهه حتى هي فقدت من بيت الزوجيه بواحد الطريقه بالحيله الكلمات اللي صرحت بهم حنان كتوضح حجم المعاناة اللي كانت كتعيش فيها مع زوجها وعائلته انتقلنا لحالة واحدة أخرى وداخل هذا المركز التقينا بفاطمة حتى هي فتحت لنا قلبها وهذه كانت قصتها أنا كنت خدامة سبعية في كافي مرات ما تتكونش الدريه اللي غادة تجي تتكون مريضة وكذا تنشد من الصباح من 6 الصباح حتى 12 الليل ورا الناس تتعرفني اللي كنت خدامة معهم من تنجي انا في الليل يلا تلقاهم باغي خصهم ياكلوا تمشي ديك الساعه تلقى شي حانوت كذا تنتقدى لهم ما ياكلوا كان ما طبيعته هو ما تيبغيش يخدم ما تيبغيش يهز عليا المسؤوليه عييت ما نقول له راه وقع ليا باش تكون في ديك النفس تاع الرجوله باش يجلسني يقول لي عرفوا بزوات سايق اسم الخدمه ما تنسمعش منه ما عندوش ديك الغيره وديك النفس تاع الرجاله ما عندوش عنده البروده بزاف 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 يعني في الليل تنكون انا عيانه تيشد هو التليفون ديالو المهم هادشي ممكن تقطعوا ولا تقولوا تيشد التليفون ديالو حتى للثلاثه في حوايج خايبين تيجي عندي تقول لي داكشي اللي في التليفون ديريه معايا هادشي مرات تنبغي ليه مرات ما تنبغيش ليه ولكن الغد لي اللي ما بغيتلوش تبقى هاز معايا الضد وتبقى يعاني الغد لي بمعيون خايب تقول لي انت دايره في الزنقه انت شبعانه انت كذا المهم الهضره بزاف ما يعني راجل مستحيل ان تعيش معاه يعني لما تيحطوا ليهم تبسيل ديال الماكله في الارض راه حشاك راه الكلب تتحط له في الارض على الزليج كلا فلاش لا والو تيدرني خاطري لما تتشيط الماكله ديالهم عاد تيعطوها البنات تيدرني خاطري بزاف يعني شكون كيدير هادشي هي الوالد والوالده الله يسمح لهم الوالد والوالده يعني بناتي عمرهم لي جداتهم امي ما عمرها ما شدات بنتي من البنات ولا دارت عندها ولاش شرو ليهم حتى شي حاجه تيشرو ولاد ولادهم وبنات ما تيشروش ليهم ما تيبقى فيا الحال فهمتيني ما يعني ديما تيعايرون ديك ريافه لان الراجل ديالي ريفي للاسف عائله ديالو حتى هما ما بغاوش البنات ديالي لي صدبان لي بزاف على كلشي تخلى عليا لان الوقت اللي انا كنت محتاجه ليهم انا كلشي تخلى عليا لأن لما درت على الخير ما قدرتش نكمل اسمحوا لي الاتصالات اللي كيتوصلوا بها سواء شبكة الوطنية تمكين أو جمعيات أخرى تعنى بمواكبة نساء ضحايا العنف كانت بالمئات في ظل الحجر الصحي اللي ارتفع الطلب عليهم وعلى مراكز الإيواء انتقلنا المركز الثقافي سيدي مومن اللي تم إنشاؤه في سنة 2006 لدعم الفئات الهشة هذا المركز كيقدم الدعم المدرسي والتحسيس ودروس في اللغات الأجنبية والتربية على المواطنة والتطوع لكن مع حلول هذه الجائحة خدمت المركز تغييرات كنا احنا من بين طبيعة الحال
جميع المؤسسات اللي كان خصها تغلق الابواب ديالها نظرا لانتشار الوباء وبسرعه. فمن بعد واحد 3 ايام يعني سدينا حتى حنايا كذلك. من بعد 3 ايام خممت قلت اش عندنا دابا مركز، لانه كيف ما تعلموا عندنا دابا واحد 4 ديال المراكز في سيدي مومن سيدي بليوط وفي عين سبع. حتى هذا المركز هذا ما نحولوهش باش يكون واحد المأوى للذين لا مأوى لهم، خاصة النساء والأطفال في وضعية الشارع أو وضعية صعبة. وأنا فاش جات الفكرة في 3 الصباح واتصلت بجميع الأطر ديال الجمعية والأعضاء وطرحت عليهم الفكرة مع واحد الخطة عمل اللي غادي نقوموا بها. طبيعة الحال لقات الاستحسان ديال الجميع وبدينا في العمل. وهناك حولنا المقر اللي غادي تشوفوه من مركز ثقافي الى مأوى للنساء والاطفال في وضعيه صعبه وفي وضعيه الشارع. فهاد الحال كان داكشي كيتلزم بناء يعني الدوشات يعني الاسره يعني عدد ديال المسائل. والحمد لله اتصلنا بالاخوان والاصدقاء ديال الجمعيتين، جمعيه ام الضوي ديال شيكاغو وجمعيه الاحياء ادماش، وبمساعده الاخوان ديالنا كذلك داخل المغرب وخارج المغرب. الخدمات اللي كيقوم بها المركز لمواكبه النساء ضحايا العنف والشباب في وضعيه صعبه كيقوم بها بشراكه مع عماله مقاطعه سيدي البرنوسي، مع مندوبيه الصحه، مؤسسه الزكاه الامريكيه، وبنك التغذيه، لتمويل حاجيات اكثر من 50 نزيله داخل هذا المركز. النساء والاطفال اللي كيتواجدوا اليوم في هذا المركز واللي كيستافدوا بطبيعه الحال من التطبيب، من الاكل والشرب، من المبيت، وكذلك من عده ورشات في التنميه الذاتيه، في يعني دروس ديال محاربه الاميه، ديال القران الكريم والتجويد الى اخره. عندهم كذلك ورشات الخياطه والفصاله، عندهم رياضه، وعندهم يعني مساعده دعم فيما يتعلق بالمشاكل اللي كيعانوا منها. لانه مع الاسف واخا كنعرفوا هذه المشاكل كاينه، ولكن ملي جات هذه الجائحه حلتنا العيون على عدد ديال المآسي اللي كيعيشوا فيهم الشباب وخاصه النساء والاطفال، اللي ضروري خص يتخذ لهم واحد الحل، وخص المجهودات يعني ديال الجميع خص تضافر باش يمكننا نلقاو لهم حل. لانه الهدف ديالنا هو الجائحه غادي تمشي، ولكن هاد الناس فين غادي يمشيو؟ نزلاء المركز كيستافدوا من الدعم النفسي لتنميه الذات للمستفيدات ومرافقتهم القانونيه، لان الهدف هو تاهيل النزيلات لاعاده بناء حياه صحيه وادماجهم مره اخرى داخل المجتمع. اما بالنسبه للجانب القانوني فالمشرع سن ترسانه قانونيه مهمه لحمايه حقوق النساء المعنفات، لكن رغم هذه القوانين كلها هناك حالات للاسف للنساء المعنفات اللي كيمتنعوا عن التصريح بالعنف الموجه لهم، وهذه كانت اسبابهم. كاين بزاف ديال الحالات اللي ما كيتشكاوش في ظل هذا الحظر الصحي، مجموعه ديال الاسباب. اولا كاين مجموعه ديال الحالات اللي ما عندهمش الورقه ديال الخروج، فبالتالي ما كيمكنلاش تلتجئ للشكايات في هذا الجانب. كاين النساء اللي بحكم انهم كتلقى عايشين في دار في بيت وحده او في سكن اقتصادي هي والراجل، دونك ما يمكنلاش حتى باش تلقى تعيط لك في التليفون او باش تلقى تلتجئ لا سميتو داك الواتساب. هذه من بين المشاكل اللي كيخليو ان العدد ديال بزاف ديال الحالات ما كنلقاوهمش مذكورين، وربما غادي يبانوا من بعد فاش تسالي هذه الجائحه ممكن غيكونوا. بالنسبه باش نلقى نرجع، هذه كانت اشاره. بالنسبه باش نلقى نرجع للسؤال ديالك، هو من بين الاسباب اللي كتخلي ان الزوج فاش كيعرف بان الزوجه ديالته مقيمه في هذا المأوى او المأوى الاخر او المأوى الاخر، كيولي كيجي كيقلب على انه فين، انه كيكون واحد الحاله بعدا ديال الخوف، انه هذيك السيده راه في المأوى، دونك علاش راه في المأوى، اشنو ممكن يوقع، شكون هما المترتبات. اضف اليه الخوف اللي كاين في ظل الجائحه ديال كورونا، فكيجيو كيحاولوا انهم باش يلقاو ياخذوا النساء ديالهم، خوفا من ان النساء تقدم بشكايات او خوفا من انها تلتجئ للوسائل اللي هي قانونيه باش تلقى تحمي نفسها. فبالتالي هذا كيستلزم لنا باش ان هذه المراكز ديال الايواء انهم يتوفروا على الحمايه من السلطات العموميه اللي ممكن توفر لهم واحد المجموعه ديال الحمايه، وبالتالي حمايه ديال هذه النساء من ازواج اللي ممكن يكونوا في حالات اللي هي خاصه كنعرفوهم، بالخصوص اذا كان حالات ديال التعاطي وهما اللي تعرضوا بزاف للعنف في هذه المرحله.
الحالات اللي تعرضوا للعنف المنزلي ضعفات بشكل كبير، والأسف حالات قليلة مصرح بها، ومراكز الإيواء كانت ملاذهم لحمايتهم من الشارع. صراحة هنايا كنحس براسي بحال راني في دارنا، ما كاينش فرق كبير بين هاد الإيواء وبين المنزل ديال والديا. صراحة موفرين لينا كل شيء من ناحية التمريض، التطبيب، الطب النفساني، الرياضة، يعني بزاف ديال الاكتيفيتي كيف قلت لك، الرياضة، الخياطة، تحفيظ القرآن، الحمد لله كل شيء موفر هنا. ما كنحسوش قابل في وقت الفراغ، ما كنحسوش بدك الملل ديال الجلوس في الدار بسبب هاد باش غيكونوا ضاحكين وناشطين. ما خصهم حتى شي خير، ما كنشوف بناتي هنا الحمد لله واكلين شاربين، ما كانوا مخصين بزاف ديال الحوايج. القوة هنايا في الحقيقة، القوة هنايا. من تشوف بناتي فرحانة أنا تنفرح، تنفضل أني نبقى هنا ما كذبش عليك والله، ولكن هو للأسف يعني واحد المدة وكل واحد غادي يمشي على حاله. يعني الحيد ينتهي الحجر الصحي، حنا غنبقاو مازال المدة ديال شهر هنايا، أو إيه كان أكثر راه غادي تكون أكثر، حتى نلقاو لهم حل. اللي كاين اللي باغي يدير التكوين المهني، كاين اللي خصو يرجع للعائلة ديالو، كاين اللي عنده عنف عنف أسري، كاين اللي عنده حالة تشرد وبغى يعيش حياة كريمة. حنا الهدف ديالنا هو أولا الوقاية من الجائحة، ثانيا التكوين وإعادة الثقة في النفس وفي المجتمع، ثالثا إدماجهم داخل المجتمع. أزمة كورونا، الأخصائيين النفسيين دقوا ناقوس الخطر وأعلنوا خطورة الوضع على نفسيات المواطنين عبر العالم. قصدنا أحد المراكز والتقينا بالدكتورة حنان الشاوي اللي غادي توضعنا في الصورة. هذا الحجر الصحي مع الأسف يمكن نقول الحظ لبزاف ديال الناس، لأن بحال إلا جات عرات على واحد المعاناة داخلية. ملي كنجيو نشوفوا المنظومة كلها، رحنا كلنا تحت ضغط وتحت ضغوطات ديال العنف. شنو هو هذا العنف؟ هو اننا البارح ما كانش عندنا هذه الممارسات، ما كناش كونفيني، ما كنا كنخرجوا وكنتلاقاو، لان الانسان بطبعه اجتماعي. اليوم حنا كلنا محرومين من هذا لو سونس ديال الاجتماعي، ما بقاش داك لو كونتاكت، ما بقاش داك التجمعات، ما بقاش داك يعني فوالا داك التفريغ ما كاينش. المعاناة الكبيرة اللي ضعفات خلال جائحة كورونا دفعت المتخصصين يكثفوا شغالهم لمساعدة المرضى. العملية كيفاش كان باشروها، كان تلقاو المكالمات وكتكون واحد الخلية ديال الاستماع من جميع أنحاء المغرب، يعني المدن مراكش، أكادير، يعني المدن الصغيرة، وكتكون واحد العملية ديال تتبع ديال لاتيرابي، يعني بحال الا كنقولوا ان كونسلطاسيون او لا واحد قعد ما انسان تيكون تتكون واحد زياره للطبيب، ولينا كنديروها عبر الهاتف او لا عبر تقنيه جديده بحال سكايب ولا بحال الواتساب. اذا اول حاجه كي المستمع او المتصل تلقى واحد الارتياح نفسي بالدرجه الاولى، تلقى واحد يعني واحد لي بولمون، واحد لو سوتيان، ولا بغينا نقولوا واحد المصاحبه والمراقبه المرافقه النفسيه اللي كدير واحد الصدى طيب. هذه كخطوه اولى. من بعد بالنسبه للناس اللي مدمنين واللي كيتعاطوا، يعني لقاو واحد لو ريفوج، واحد المنفذ في هاد في هاد في هاد العمليه. داكشي باش كنديرو كل يا اما كيكون الاتصال مرتين في الاسبوع يا اما مره في الاسبوع، وكنعطيو دي زاستوس، كنعطيو طرق باش هاد المدمن كيتبعها وكيبقى دائما عارف راسو راه الي سويفي. والجميل في الامر ان في النهايه كنحصلوا على واحد النتيجه، يا اما المدمن كتكون عنده واحد العمليه ديال الاقلاع بصفه نهائيه، يا اما كيلقى راسو على الاقل ديك الممارسه او التعاطي كينقص، وهذا هو الجميل. الدكتورة حنان الشاوي وغيرها من المتخصصين النفسيين خرطوا في عمل مجاني لفائدة المرضى بشراكة مع مركز الهلال الأخضر للإدمان. جيت كنتعاطى المخدرات في الدراسة ديالي زعما في الليسي، نخرج مع الدراري والدريات كنتعاطى المخدرات كأي شيء. من بعد جات واحد السفيرة لبرا
ملي مشيت لبرا ما بقيتش كنتعاطى المخدرات تما، وقعت مشكله رجعت للبلاد. رجعت للبلاد تقريبا دول البلقان كاملين مشيت لهم، مشيت بديت بتركيا، اليونان، البانيا، مونتينيغرو، حتى صربيا. ملي رجعت بقيت في مشاكل نفسيه، وليت كنتعاطى المخدرات بكل انواعها من كارو حتى الميديكامون. ملي بديت كنستعمل الميديكامون وليت فواحد الحاله زعما يرتفع، وليت تنفهمشي طنبات في الزنقه، نقدر نجي شي يومين للدار، نقدر نبيع حوايجي منهم باش ناخد داك الميديكامون اللي تنستعمل. و ريحت مع راسي وقلت خصني ضروري زعما شي حل لهاد الشيء، الحاله اللي وصلت لها حتى انا مثلا فهمتي، مثلا حمش راسي بحال ما هكا. تجربة الإدمان اللي مر منها أسامة كان عندها أثر نفسي وجسدي كبير عليه، لكن للأسف حتى الأسرة ديالو كان طرف هاد المعاناة. أنا تحطمت، أنا تحطمت وبقيت محطمة شحال من عام وأنا محطمة معاه وكنعاني. تحطمت بزاف لأن ماشي ساهل، كت أشنو ولادك راه هما الحياة ديالك، وباش يدخلوا لديك المرحلة أنا كانت صعيبة عليا بزاف، وكنشوف فيه هو يوم على يوم براسو كيمشي ليه الشباب ديالو وكيضيع، وأنا كنضيع معاه لأنني ما يمكن ليش ندخل ليه، كنضيع معاه أكثر. وكنقول ليه كاين خوتك، يعني كون قدوة لراسك ولخوتك، تاني نشوفك داك الشي اللي بغيت، تاني بغيت يكون أحسن واحد في الولاد. ماشي ساهل عليك باش ولدك يتكبر وتولي قدو قداش، راه عجبني حيتو تشوفو كيضيع، الشباب كيخدمو كيزيدو قدام وهو كيضيع قدامك، يعني داك أنا اللي تحطمت كثر. الأثر السلبية على المدمن والأسرة ديالو كتكون وخيمة في حالة إذا المدمن رفض الخضوع للعلاج والمساعدة النفسية، لكن العلاج أولا كيحتاج لتشخيص دقيق. شنو النصائح اللي نقدروا نقدموها لهم؟ هنايا طبعا تنحاولوا اننا نساعدوهم، يعني تنشوفوا معاهم المدى ديال الحده ديال الادمان عند الوليدات ديالهم، تنشوفوا واش خاصهم علاج ولا باقي ما دخلوش في هذيك الفتره، وتنحاولوا اننا نعطيهم نصائح في هذا النطاق. هذا اول حاجه تنقولوها لهم هي انهم ما يخدموش العنف، حيت بزاف ديال الاباء حاولوا انهم يديروا العنف مع وليداتهم وكانت النتيجه كانت سلبيه، يعني بزاف ديال المراهقين تحداتهم دخلوا في عنف مع والديهم، دونك ولات واحد العنف في داخل الاسره. كاين اللي حاول الانتحار، كاين اللي حاول انه يهرب من الدار، دونك هنايا كانوا عواقب. هنايا تنحاولوا اولا نقولوا بانهم ما يدخلوش في هذه المشاحنات ويحاولوا يتعاملوا بالامر بطريقه عقلانيه، يحاولوا يساندوا وليداتهم، يعرفوا بانه هاد الإدمان هو مرض، يعني في الأول تيقدر يكون أن المراهق مشى حب استطلاع ولا التجربة، كوم كيقدر يكونوا أسباب أخرين اللي يدفعوه أنه يمشي لهاد الإدمان. يعني تنحاولوا أننا نعطيوهم شوية النصائح كيفاش يتعاملوا دابور مع وليداتهم في هذا النطاق، كيفاش يشجعوهم، كيفاش يساندوهم، وفي نفس الوقت كيفاش أنهم يحاولوا يقنعوهم باش يستشروا أخصائي باش أما أنه ينقصوا من التعاطي أو لا يتوقفوا كاريمون، يعني ياخذوا أن هذه الفترة ديال الحجر الصحي هي فرصة بالنسبة لهم. المرحلة ديال الحجر الصحي الحمد لله نبقيت ما بقيتش كنستعمل حتى شي حاجة، ولا كنحس براسي مزير ولا شي حاجة كنستشر مع الطبيبة ديالي، كندوي معها بار تيليفون كتقولي لي اللي دير وانا ما ديرش. بقيت كنتعالج بالمغز بالإبر، أنا قبل الحشيش والكارو ماشي ندير حصات في المغز بالإبر، تنخرج للشارع ما تنبقاش عندي ديك الرغبة زعما فين نكمل الحشيش ولا الكارو، تولي زعما عندي كنقاوم نفسي. ومن بعد شفت المشكل ديال لي ميديكامون، تا هما كتبوا لي الدواء باش مابقاش عندي رغبة فيه تا باش نستعملو. الحمد لله دابا وليت بخير، مابقاش عندي داك الهيجان ديال العصبية اللي غتحولني لديك الحالة ديال المخدرات. هاد الحجر الصحي من الخير،
ربي عطاه لينا من الخير سبحانه وتعالى، كان خير للجميع. اول حاجه بالنسبه للدراري المدمنين، اما واش الحمد لله ما بقاوش لقاو فين ياخذوا داك الشيء، هذه بدا وحده من الله خير. فرحانه كون صبت الحجر الصحي بقى للدراري كاملين وحق الله، لان كان فيه خير كبير. رب ذرة نافعة ومصائب قوم عند قوم فوائد، هذه كلها أمثلة سمعناها كتكرر بشكل كبير خلال هذه الفترة. والحجر الصحي كان عنده فوائد كبيرة على شريحة واسعة من المرضى، لكن هناك فئات تضررت نوعا ما من الحجر الصحي، وهي فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن اللي أصبح التنقل الخارجي عندهم كيشكل خطر كبير على صحتهم. لهذا تم إنشاء مبادرة شبابية كتقدم لهم يد المساعدة. دايرين بخير؟ عارفين مزيان، صباحكم بخير. الحمد لله. المهم البرنامج ديال اليوم ان شاء الله عندنا تقضيه في مارشي كاريو قديم ان شاء الله. غادي نمشيو اليوم انا وعبد الغفور والياس، وانتوما غادي تبقاو هنايا، عندنا واحد شي كوموندات اخرين هنايا انتوما غتكلفوا بهم. بما رجعنا حنا هذيك الساعه ونكملوا العمل. يلا تحركنا الاخوان، يلا ان شاء الله. اللهم يسر. اولا هاد الدراري هم شباب ديال الحي وكيتعاملوا مع الناس ديال الحي، وحنا اغلبيه ديال هاد الشباب كيعرفوا الناس اللي عندهم هاد المشكل الصغير ديال انهم ما كيقدروش يخرجوا. ملي جات اول مره هاد الفكره الناس تقبلوها بصدر رحب، لانه لقاوها بان غتساعدهم، واغلبيه الناس فهمت، وعندهم هذيك اغلبيه النمره ديال التليفونات ديال الشباب كيتصلوا بالشباب، كيقوموا لهم بالواجب، كيعطيهم لا كوموند ديالهم وكيقوموا لهم بالسخره ديالهم. الناس مستافده لانهم كيحيدوا عليهم بزاف العبء وبعض المشاكل في الزنقه، لان بحكم الامراض، بحكم السن، بحكم قله المناعه. وبالنسبه للشباب انهم عندهم وقت فارغ واستغلوا بشي حاجه اللي تفيدهم وتفيد الشباب وتفيد الحي والسكينه وتفيد تحت البلاد. سلام. نعم لله. ايه مرحبا. شنو جوج كيلو بطاطا، مسله، ثلاثة صافي. دابا نعطيكم تكلفوا بالكوموند ديال هنا، وحنا غنمشيو ان شاء الله للمارشي انا والياس وعبد الغفور. صافي صافي. يلا الله يسر. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس بخير؟ لاباس عليك؟ عام زيان؟ الله يحفظك. لا كوموند ديال الحاج لحظتك. غير واحد لو برودوي تقول له تديك داك 14 ورجع عليه. صافي ان شاء الله. صافي ان شاء الله. الله يحفظك. عندك 350. شكرا. الله يحفظك. نعم. الصراحة ديجان خداو هاد المبادرة بواحد الجدية اللي هي كبيرة، و او ميم طون كيعاونوا الناس اللي هما كبار في العاج، اولا عندهم دي مالادي كي سون كرونيك، اولا عيالات عندهم وليدات صغار ما كيقدروش يخليوهم في الدار. دونك سي اون انيشاتيف اللي هي فريمون تري امبورطون، و او ميم طون كاينين في المواعيد و اي سون اليكوت، و فين ما عيطي ليهم كيجاوبوا. و الصراحة واخدين هادشي من البداية ديال الكوفيد 19. Donc, je trouve que c'est une bonne initiative. أي حاجة بغاوها تنجيبوها لهم. تمشيو لمارشي كاريو، تنجيبو لهم الخضرة، تمشيو لسواق اللحوم، بارا فارماسي، أي حاجة كيحتاجوها حنا تيعيطوا لنا أبار تليفون أو أبار واتساب، تمشيو تنجيبو لهم داكشي اللي بغاو حتى للدار، تنوصلوا لهم وتنقول لهم بقاو في ديوركم. السلام عليكم. السلام لله. الحمد لله ربي يخليك. هاي حالة بس إليك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك علينا وعليك باش ما تمناش. يا ربي. آمين يا ربي. الله يعطيك الخير. نعم. بغيت تمشي لي عند الخضار. إيه. أجيب لي واحد كيلو ديال البصلة. واخا بلاتي. كيلو بصلة. واحد نص كيلو ديال خيزو. خيزو. نص كيلو. هي صامر. وجوج ليتويات. هي. ودوز لي
بكية ديال الخمارة الله يعطيك الخير ديال الحلوة، بكية ديال 10. بكية ديال 10 ياك؟ أييه. سامر عرفتيني أنا راه الحاجة إقامة إقامة أييه دوزيام إيطاج. أه. أوكي الحاجة يلا. والدينا والدك لاله ماشي موت الله يبارك فيك لاله شكرا. السلام عليكم. سلام. معلم بخير كلشي مزيان؟ لاباس عليك؟ درنا معلم 20 كيلو ديال الكفته الله يحفظك. بعد التسوق كيجي التعقيم وهي اهم خطوه باش يحميو المستفيدين من خطر العدوى. السلام عليكم. لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. شكرا بزاف. الله يبارك فيك. الله يحفظك بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. شكرا بزاف. ماشي مشكله هذا واجب. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. ماشي مشكله مهمتي. الله يبارك فيك. اللهم امين. نهارك مبروك. شكرا بزاف. نهارك مبروك. بالإضافة للمبادرات الاجتماعية الطبية والنفسية اللي انخرطوا فيها جمعيات المجتمع المدني والأطباء كخطوة تضامنية للتقليل من ضرر كورونا، انخرطت أيضا بعض الشركات لتوفير الكمامات اللازمة للمواطنين المغاربة. هذا كان واحد النداء ديال وزارة التجارة والصناعة، وقالت اتصلوا بنا وقال لك سيدي سيدنا كيحفز جميع الصناع باش يحاولوا يدخلوا في هذا المجال هذا، على الأقل نوفروا الاكتفاء الذاتي للمغرب. ولكن الحمد لله اليوم ما بقاش الاكتفاء الذاتي، راه ولا الإنتاج فائض جدا، أكثر من الإنتاج الذاتي على ما نقدرش نقول شحال مرة، ولكن كثير. داكشي كان التحول صعب جدا، ولا جينا نشوفوا اليوم تنشوفوا الكاليتي اللي بدينا بها النهار الاول ما عندها حتى علاقه مع الكاليتي اللي تنصيبوا اليوم. كل نهار تنحسنوا، كل نهار تنطوروا، مساله يعني جديده علينا، ولكن الحمد لله راحنا تعلمنا وغادي نتعلم. كان الانتاج قليل جدا، وكان الانتاج يعني الجوده ناقصه. اليوم الحمد لله الجوده غادي كتطلع، وحتى الكميات طلعت. تغيير الإنتاج من أكياس تسوق إلى كمامات أمر ماشي بالسهل. استغلنا تواجدنا داخل المصنع باش نتعرفوا أكثر على طريقة تصنيع الكمامات. تم عملية الإنتاج على مرحلتين. المرحلة الأولى هو تصنيع الأتواب والمواد الخام المخصصة للكمامة، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى تبدأ المرحلة الثانية بعملية التقطيع، من ثم عملية تشكيل الكمامة وعملية التغليف والمرحلة النهائية. وتأخذوا جميع الاحتياطات من بقايا الفيروس كورونا. شيء أكيد، تعقيم يومي وتعقيم على شكل دوري كل 4 ساعات، والاحتياطات اللازمة وزيارة منتظمة للطبيب والأخذ الاحتياطات اللازمة. بالنسبة لشحن الكمامات يوميا كم؟ احنا بدينا ب 200 ألف كمامة، والآن وصلنا إلى ما يقارب 600 ألف كمامة. كانت البداية ب 200 ألف كمامة، ووصولا لحد اليوم إلى 600 ألف كمامة. وفكرة الكمامات فكرة داخل المغرب أو لبعد للتصدير ممكن؟ لحد الآن في المغرب. في المغرب هنا للسوق المغربي.
ولكن ان شاء الله تتم بالمرحله المقبله عمليه التصدير. دابا حسب الا كان دابا في الظروف هذه اللي كاين الكونفينمون ما يحتاج بزاف، غادي يحتاج كنظن واحد 3 مليون في النهار. اما الا تطلق تحيد الكونفينمون جزئي وبدات الخدمه غادي يحتاج اكثر، لان حاليا دابا شكون اللي تيخرج رب المنزل هو اللي تيخرج كيقضي الغرض ويرجع، كيحتاج كما واحده في النهار، كل عائله كتحتاج واحده. ولكن الا مشى حتى الكونفينمون تحيدات ان شاء الله في حسب الاتفاقيه اللي قالوا لنا او حسب الوعد الاولي، ولكن يقدر يعاود يتجدد داك الشيء، كيقولوا بان 10 جوان او 11 جوان هذاك الوقت غادي يحتاج المغرب بزاف، غادي يحتاج كنظن غادي يحتاج ثلاثه اضعاف هذه الكميه دابا. ولكن هادو اللي دابا اللي غادي يبداو يدخلوا ودخلوا الناس بزاف المواطن، شركات كثيره دخلت المواطن، يعني من هنا تقريبا كنظن 15 يوم كنظن المغرب غادي يولي يمكن ثاني اكبر مصدر للكمامات في العالم. مبادرات كثيرة برزت قيمة التضامن عند المغاربة خلال جائحة كورونا، والشباب كان عندهم دور ابتكاري مهم. انتقلنا لأحد المحلات الصغرى، هنا تم إنشاء مبادرة شبابية غادي نتعرفوا عليها على لسان واحد من الأعضاء. هذه المبادرة ماشي وليدة الصدفة، فاحنا هذه واحد لاكومينوتي سميتها فابلاب كازابلانكا اللي فيها مادنيس نيكترونيك والصانع، كنخدموا مع بعضياتنا من شحال هذه. ولكن فجأة الكوفيد نهار لو 2 مارس كانت طرا اول حاله في المغرب، بدينا في الاول بالتوعيه. فاش تقرر انه يدار الحجر الصحي بويسكو هذيك الايامات ديال التوعيه كنا كننتجو ملصقات اشرطه فيديو صوتيه باش نوعيو الناس ونعلموهم لي جيست ديال الحمايه، كنا كنتبعوا شنو هو طاري في البلدان الاخرين. فمني شفنا البلدان الاخرين شنو هو كيديروا لاحظنا بانهم كيديروا لي ماسك، يعني كيخدموا على جوج ديال الانواع ديال لي ماسك، سواء لي بافيت سواء لي ماسك بوكلي ولا شيلد ماسك بلونغلي. لي بافيت باش تصيبهم خصك تكون عندك اي نورم وداك الشيء، دونك حنا ما يمكنش لينا نصيبهم، فنكبينا على لي ماسك بوكلي. باش بدينا كنصيبوا في لي ماسك بدينا بواحد التقنيه اللي تقدر نشوف بلافيتاز، بدينا بالتقطيع، يعني كنا كنشدوا البليكسي كلاس وكنقطعوه باش كنصيبوا دي بوندو بحال هكا، وكنديروا واحد البلاستيك ترونسبارون هنايا وكنوزعوهم من بعد على الاطقم الطبيه. في الاول بدينا بالناس اللي خدامين على الكوفيد، ومن بعد حاولنا كنوسعوا النطاق ديال التوزيع ديالنا. من بدايه الجائحه لحدود اليوم المبادره وزعت اكثر من 45 الف ماسك. في المرحله الاولى وزعت 25 الف وعندهم ستوك ديال 20 الف ماسك. كل هاد لي ماسك مصنوعين فقط بمواد اوليه بسيطه غادي نتعرفوا معها على لسان المخاطب ديالنا. فاحنا كنحاولوا نخدموا بشي حوايج اللي كاينين لوكالمو وبساط ورخاص. مثلا هاد لي ماسك اللي كيتصايب اليوم بالليل ف كنخدموا بديزانتير كالير، يعني هذوك لي زانتير كالير اللي كيداروا في الكلاسورات وداك الشيء ديال ام بي في سي ترونسبارون ولا ام بي او تي، كنشدوهم كنقطعوهم سواء بإن ماشين سواء بيدينا، ودي زيلاستيك. مثلا بحال دابا المشاكل اللي طراو لينا في الإلاستيك لقينا الندره ديال الإلاستيك في السوق، فحاولنا جبناه، كاين عندنا واحد الإلاستيك اللي كنخدموا به دابا جبناه من الصين. كيفاش كنمولوا هذا الشيء؟ فعندنا مانحين اشخاص وكاينين حتى مانحين شركات اللي عطاونا واحد القدر مادي باش كنمولوا هاد المواد الاوليه ديالنا. انتقلنا لمبادرة أخرى من نوع آخر، هنا كيتجمع شباب جمعية مبادرة الخير ومنظمة اكتشافات سفراء السلام خلال جائحة كورونا. ومنظمة اكتشافات سفراء السلام اللي تجندوا في برنامج تضامني لفائدة الأسر المعوزة بدرب السلطان. شباب الجمعية تجندوا في وضع واحد ديال حملة ديال إفطار الصائم اللي كانت إفطار الخير من أهل مبادرة الخير، اللي وصلنا العدد ديال 80 في غاية إن شاء الله نوصلوا ل 100 صائم وصائمة للبؤر ديال الناس اللي تينعسوا في الزنقة أو المتشردين، الناس الأفارقة كذلك اللي تهما كيعانيوا في ظل إغلاق المحلات التجارية في وقت الإفطار. إفطار الصائم ماشي أول دورة ديالو، هذه الدورة ديالو الثامنة وكان كيستافد منه أكثر من 90 أسرة، وهذه السنة فعاليات المبادرة لازالت مستمرة ونضافت لها مبادرات أخرى.
حنا اليوم عندنا واحد المبادره للوليدات الصغار مع جائحه كورونا. الدراري الصغار ما كيخرجوش للزنقه، بغينا نفرحوهم حنا بواحد الهديه، واخا هي بسيطه ولكن في عينين الدراري الصغار غتكون كبيره، غير باش نفرحوهم مع هذا العيد هذا. كيف ما كتعيشوا معنا الان اجواء مباشره، اجواء رائعه، هو ادخال الفرحه والابتسامه على وجوه الاطفال اللي كيعيشوا معنا ضد هذه الجائحه ديال وباء كورونا. الحمد لله شفنا ابتسامات رائعه، شفنا محيه، شفنا وليدات اول مره كيخرجوا للزنقه، وليدات اللي كانوا محافظين على الحجر الصحي، وليدات اللي كانوا كيحترموا الحجر الصحي، وليدات اللي كانوا كيخافوا على السلامه ديالهم وعلى الوالدين ديالهم وعلى الوطن، اليوم تيبتسموا للعيد، العيد السعيد. وها هما كما تشوفوا معنا وليداتها هما جاوا عندنا. مرحبا بكم. وايوا الله ومالكم تالفيين. المهم بنيه كل شيء بخير وعلى خير، لا بنيتنا ولا بنيه الناس ولا وليدات الناس. ونطلب الله تعالى ملي تفكرتوهم وعاونتوهم الله المسؤولين الله يعاونهم والله يرجع لهم البركه باللي عطاو. انا فرحان حيت نتوما كديروا بحال هكا وكتساعدوا الدراري الصغار كيفرحوا بزاف، ونشكر هاد الناس اللي داروا هذا الشيء.